Iran لا has أعتقد hypersonic بأن missiles. إيران لديها صواريخ فرد صوت، وإنما هي باليستية، فهي أبطأ قليلا. وأعتقد بأن إسرائيل والولايات المتحدة أثبتت بأنها يمكن إسقاطها بسهولة، فإذا لا أعتقد بأنه ستكون ثمة ضربات استباقية في هذا الصدد، ولكن سيكون هناك ثأر إسرائيلي ضد ضربات إيران مؤخرا التي قامت ضد إسرائيل، ونعلم بأنها آتية لا محالة، وبأنه على إسرائيل أن ترد من أجل أن تحقق الردع والقبض في المنطقة. الأمر فقط مرهون بالوقت والاستهداف ومربط الفرس. ما الذي سيضربونه؟ سيكون ضربة متناسبة، ضرب هذه القواعد الصاروخية التي استخدمتها إيران في ضرباتها تلك، وكذلك أما ضربة تصاعدية فستستهدف المنشآت النفطية أو النووية الإيرانية، ويمكن أن تستهدف أيضا منازل القادة الإيرانيين، ثأرا لاستهداف منزل نتنياهو من قبل صواريخ ومسيرات حزب الله. فإذا كل هذه أمور مطروحة على الطاولة، وأعتقد بأن الضربة ستأتي عاجلا لا آجلا.